التداعيات والأزمة السياسية في ظل التعنت والتشنج وفقدان الانسجام يعرقل خيارات إنهاء الانسداد السياسي. أولا، القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، تفضل اللجنة القانونية. البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد ضغوطات سياسية وشعبية لإقرار هذا القانون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. ما تزال تداعيات الأزمة السياسية تتفاقم يوم بعد آخر في ظل التعنت والتشنج السياسي اللي تبديه أطراف سياسية، ما تنتج عنه من تعطيل العملية السياسية برمتها وتوقف إجراءات تشكيل الحكومة بسبب الفشل المتراكم اللي منيت به هاي الأطراف في تحقيق مشروعها الاستحواذي على حد وصف خصوم هذا التحالف المشكل برعاية إقليمية. في الجانب الآخر، فإن الأوساط الجماهيرية تثني على الحراك الوطني لبعض الشخصيات السياسية اللي جعلت البرلمان يقر حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني لحتى تأكد أن هذا الحراك إنما يهدف للحفاظ على سيادة العراق في مشروع التطبيع الصهيوني أمريكي ووضع حد لمن تسول له نفسه وضع يده على أو مع الصهاينة والأمريكان، حيث تجدر الإشارة إلى أن مشروع التطبيع كان إلى من الدعاة ممن عرفوا بعدائهم للعراق من الذين يبثون أفكار التطرف والرضوخ لمخطط دول الاستكبار العالمي، حتى تكون هاي الوقفة المشرفة اللي جابهتهم قد جرمت مشروع التطبيع الصهيوني الأمريكي، ليعد ذلك بمثابة فرحة كبيرة للعراقيين لقطع دابر مشروع التطبيع مع الصهاينة وأمريكا. إذا المشاهدين الأحبة، بحصادنا لهذا اليوم راح نناقش هذين الملفين المهمين وتداعياتهم مع ضيوفنا الأكارم، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. ما يطلق عليه بالانسداد السياسي ليس ظاهرة جديدة مقترنة بالأزمة اللي يعيشها المشهد السياسي العراقي الراهن، بل هي حاضرة بعيدة كل عملية انتخابية نيابية عراقية مضت. أما المتغير الجديد فهو الاصطفافات الجديدة اللي أفرزتها نتائج انتخابية قيل عنها الكثير، وقانون انتخابي بمفوضية جديدة أريد لهما أن يعيدا ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، فأجهضا ما تبقى من هذه الثقة. نفتح وياكم مشاهدينا الأحبة هذا الملف المهم والحساس، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. بالرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلا أن العملية السياسية تعيش حال الانجماد بعد فشل القوى السياسية في الوصول لأي تفاهمات مشتركة يمكن معها المضي بتوليفة حكومية تحقق التطلعات المرجوة. فهذا الانغلاق بدأ الشارع يلمس آثاره وتداعياته بعد أن ألقى بفواعله على الوضع المعيشي والسياسي والاقتصادي بصورة عامة. تداعيات كبيرة من الجانب الاقتصادي ومن الجانب السياسي وحتى من الجانب الاجتماعي، وبالتالي يجب ان يكون هناك حراك حقيقي. ما نسمعه الان من ضجيج اعلامي ومن يعني يوميا اجتماعات، اعتقد سوف لن تاتي باكلها. انا لا انكر ان الاطار التنسيقي قدم مبادره وقدم ايضا تنازلات كثيره، ولكن في علم السياسي ان تقدم تنازل من غير ان يكون الخصم او الند يعني خطوه مماثله، اعتقد هذا يعتبر نوع من انواع يعني الابتعاد عن العمل السياسي. وفي غمرة هذا الجدل المتسارع يبرز عدد من الخيارات بعد ثبات القوى السياسية على مواقفها وعدم قدراتها في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة. فالمؤشرات الأخيرة وما تتحدث به بعض الأوساط أن المحكمة الاتحادية قد تدخل على خط الأزمة بعد أن تعطلت لغة السياسة في العراق
وهذا الأمر يبعث بالقلق من انزلاق البلاد في أطول المتاهات. وإجراء آخر ممكن هذا من جانب التحليل، ممكن القضاء العراقي يضع يده على العملية السياسية برمتها، يحتاج إلى عدة قرارات وإلى عدة تأييدات. ممكن أنه الفاعل الدولي ممكن أن يتدخل في هذا القرار، يعني هذا قرار صعب جدا لكن ليس بالمستحيل. المشهد التراجيدي وتمسك كل طرف بمطالبه دون الاكتراث للمدد الدستورية ولحياة المواطنين جعل من مبادرات الالتقاء تولد ميتة ما ساهم في تعميق الأزمة السياسية، فمساعي التقليص لم تجد طريقها بعد، ما يعني أن تحذيرات الذهاب للمجهول تقترب أكثر، خاصة وأن تقدير الموقف لا يزال يتحدث عن تضاريس السياسة الوعرة بعد في ظل حالة التفكير داخل الصندوق. علي حبيب، الأيام الفضائية. الفقرة ثانيا. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبة، بهذه الملف ارحب بضيفي الكريم الشيخ عبد الامير تعبان النائب السابق والقيادي في تحالف فتح. حياك الله شيخنا الكريم. نتحدث اليوم عن الجهات اللي تتهم الاطار التنسيقي بتعطيل العمليه السياسيه، لكنه من الملاحظ الكثير من المتابعين ثبتوا بانه في اوقات كثيره قدم الاطار مبادرات كثيرة لحلحلة الأزمة السياسية والمضي بتشكيل حكومة جديدة. كيف تنظر إلى هذه الاتهامات شيخ تعبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك وإلى جمهورك الكريم وإلى ضيوفك الكرماء. الإطار التنسيقي رغم ما شاب العملية الانتخابية من تزوير ولغط ونتائج غير متوقعة ولم يقتنع بها الجميع وكثير من شرائح المجتمع العراقي و الكتل السياسية اللي خاضت الانتخابات، لكن هو منذ اليوم الأول هو فاتح ذراعيه من أجل الاتفاق، احنا من أجل السير. اسمح لي أقاطعك شيخي، يعني عندنا الكثير كارت أعد أن الزملاء في استوديو الحصاد به بعض النقاط، يعني من النقاط المهمة اللي تعهدت بمراجعة جميع العقود الحكومية وتسيير الأعمال. يا ريت الزميل المخرج تعرض لنا حتى نتناقش به مع الشيخ عبد الأمير تعبان. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجل ترحاب بضيف الكريم الشيخ عبد الأمير تعبان. يعني كنا نتحدث عن حلحلة الأزمة السياسية والمضي بتشكيل حكومة، هنالك مبادرات ولكن اكو يعني مقاومة لهذه الإرادة، كيف تنظر إليها شيخ؟ نعم،
الإطار التنسيقي منذ أن خرجت نتائج الانتخابات المشكوك بوضعها وحالها من قبل كل الأطراف، فهو فاتح ذراعيه من أجل التفاهم ومن أجل حل المشكلة. أنت تدري أنه صارت الانتخابات المبكرة تحت ضغط شعبي وضغط مرجعي، وكان الاتجاه إلى انتخابات مبكرة من أجل حل المشاكل اللي كان يطرحها المجتمع تطرحها الناس. أصبحت اليوم الانتخابات المبكرة وبال وسببت انسداد سياسي من الصعوبة حله. شنو السبب؟ السبب هو التدخل الدولي والتدخل الإقليمي السلبي بالقرار السياسي العراقي. كل كتلة سياسية متكئة على دولة، كل تحالف سياسي متكئ على محور. هذا السبب اللي خلى تستمر عملية الانسداد السياسي العراق منذ 2003. بعد كل انتخابات تحصل أزمة، ولكن يجلس الفرقاء السياسيين سواء كانوا شيعة أو سنة أو كرد ويتفاهموا على الوضع، وتمشي العجلة وتشكل حكومة وتوزع الوزارات والهيئات. والآن هناك محور شر له تأثير قوي على القرار السياسي العراقي، هو الذي أوصلنا لهذا الحد. المحور الشرير أو محور الشر على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقسم من الدول المجاورة. ونتمنى أن يجلس الفرقاء السياسيين من التحالفين الإطار والثلاثي ليجدوا حل لهذه المعضلة التي طالت كثيرا، وأن نتائجها سوف تكون سلبية على الشعب العراقي وعلى البلد بشكل عام. طيب اليوم أشوف أن كثير من النواب المستقلين، الحركات الناشئة، يعني هناك من يقفز إلى طرف دون طرف آخر، بالتالي هنالك مبادرات طرحت من الثلاثي وطرحت من الإطار التنسيقي لاستقطاب المستقلين. هذه المناورة السياسية أو هذه المبادرات السياسية ما أخذت ب يعني طبيعة الحال تغيير المعادلة السياسية، لا زال انسداد حاصل. هو لما تشرع القانون الجديد، قانون الانتخابات، هو كان يمثل رغبة جهة سياسية معينة دون الشعور من الآخرين. فلما تم تشريعه خدم جهة على حساب جهة أخرى. حديث المستقلين، أنا شخصيا أعرف الكثير منهم ليس مستقلين. لما كنا في مجلس النواب وبالحملة الانتخابية هم متكئين على كتل سياسية ظهروا بيافطة مستقل وهو ليس مستقل. يعني لما هسه الموجودين عندنا يقولون 40 مستقل، بس ماكو 40 مستقل. أنا أجزم لك إذا أكو مستقلين فهم ما يتجاوزون 5 إلى 10 مستقلين، والباقين لا، منتمين إلى جهات معينة. حركات دينية ظهرت هسه، امتداد على سبيل المثال، هسه امتداد قد نقول تمثل الحركة الشعبية الشبابية بالشارع. طيب لكن اليوم الامتداد هم إصابتها تصدعات. تلاحظ أنت أمس استقالوا 5 من عندهم أو 4 استقالوا على الركابي. لا لا لا، مو على الركابي، أكو 5 هم رفضوا سياسة علاء الركابي. طيب. واستقلوا لأنه قالوا أكو استفراد بالقرار، هذا حسب ما أعلنوا، أنا ما أعرف. فاستقلوا وطلعوا وأصبحوا مستقلين اليوم، وقسم من القواعد الشعبية عندهم ملاحظات على أداء نواب امتداد، وكذا كل الكتل السياسية. إحنا اليوم عندنا مشكلة انسداد سياسي خطير. الأيام المقبلة تنبئ بشر، تنبئ بمظاهرات، تنبئ بوجود أيدي لدول تحاول أن تسفك الدم العراقي بيد الدم العراقي بيد العراقيين بينهم. فيجب أن يكون الساس العراقيين على مستوى من المسؤولية من الإطار ومن الثلاثي لكي يفوت الفرصة على الأعداء. يعني إحنا اليوم وقاعد تسمع التصريحات من زعماء ومن ساسة عراقيين، وإحنا قاعد نحلل ونشوف الوضع بالعراق. يعني اليوم عطالة، بطالة، صعود بالأسعار، إزمة مالية، إزمة أمنية، انفلات أمني، هذا ما راح يخلي الناس تسكت. يعني راح يصير انفجار. وسبق المرجعية أن حذرت لما قالت التظاهرات بالمستقبل راح تكون أعنف وأشد. ليش؟ لأنه الشعب ما يسكت على ظلم، ما يسكت على عوز. وهو اليوم يعني صار لنا سنة إحنا أسعار النفط صعدت كذا،
عندنا خزين وطن وفرة مالية تحققت انه اكو قانون الامن الغذائي الطارئ. نعم. ونشوف بعض القوانين المتخبطة، ولكن هسه في تشكيلة الحكومة شيخي الكريم انه سيد الصدر اكد الذهاب نحو المعارضة ومنح القوة السياسية بما فيها المتحالفة وياه فرصة تشكيل الحكومة. طيب هذه ما راح تعتبرها انه مبادرة لانفراج السياسية؟ التصريحات السياسيين كائن من يكون هي تصريحات انفعالية متشنجة، يعني تثير الشارع العراقي، ما يعني ما تبعث رسائل أمان للمواطن العراقي. يعني صار لهم 7 أشهر ما ظهرت نتائج الانتخابات، وين الإيثار؟ وين التضحية؟ وين معالجة الفساد اللي يتحدث منه كل مسؤول عراقي، كل سياسي عراقي، وهم جماعتهم اللي الفاسدين اللي الآن يقودون الدولة، الكل بدون استثناء، سواء كانوا شيعة أو سنة أو كرد. يعني كتل سياسية فاسدة دمرت البلد، استحوذت على كل شيء بالبلد، ماكو أمل. يعني اليوم أكو تصريح لقرداحي، سأل أحد الإعلاميين قال له شنو رأيك بشوارع بغداد؟ يعني فد شيء مخزي، يقول بالثمانينات كانت أفضل من اليوم، فوصمة عار يعني على السياسيين العراقيين اللي وصلوا البلد لهذا الحال. يعني أحزاب سياسية، كتل سياسية لم تفكر في مصلحة البلد، ولكن تفكر فقط في يعني مصالح إعلامي وسياسي لبناني. قارن الكثير من أكيد. المقارنات بين النظام اللبناني والنظام العراقي، سواء الخلل المحدد في الدستور، سواء في التوافقية التي العراقية واللبنانية. صحيح. هي صحيح. من تقود إلى هذا الموضوع، بل وحتى نوه على الثلث الضامن والحكومة الضامنة في لبنان. صحيح. الكثير من الوشائج، بالتالي راح تكون هنالك مخارج لهذه الأزمات السياسية. عدو العراق وعدو لبنان هو عدو واحد، وهو إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية. يعني إذن ينفذون مخطط في لبنان ونفس المخطط ينفذ في العراق. الأدوات وين تكون؟ الأدوات داخل العراق. عجيب. باللبنان اللبنانيين وبالعراق العراقيين. يعني استثمروا الشحن الطائفي في لبنان وفي العراق من أجل تدمير العملية السياسية ومن أجل تدمير الشعب العراقي واللبناني، تحت تأثير مخططات إسرائيلية أمريكية بأدوات محلية في لبنان وفي العراق. طيب. وهذا الشيء أصبح واضح. مهسا هذا قبل كان يقولون أيادي خفية ونظرية المؤامرة، ولكن بعد حادثة المطار كان متغير كبير في السياسة الأمريكية، هي المباشرة بالموضوع، ما محتاجة أنه أدوات وجيوش إلكترونية، أصبحت تتبنى الموضوع بصورة مباشرة. ليش ما طلع الصورة المباشرة؟ أنت لما تجي للكتل السياسية الموجودة الآن بالعراق، شيعية وسنية وكردية. نعم. شوف كل جهة من هذني هي انشطرت إلى 3 أو 4، وكل جهة متكئة على دولة، سواء كانت إقليمية أو على أمريكا أو على إسرائيل. بالخفاء أو بالعلن؟ أكو بالخفاء أكو بالعلن، والدليل شوف الزيارات للإمارات المتحدة، شوف الزيارات إلى تركيا، شوف الزيارات إلى إسرائيل، شوف الزيارات إلى مصر، شوف الزيارات إلى أمريكا. ليش ما قدرت هذه الزيارات بعد أن حلحلت قضية رئاسة مجلس النواب، ليش ما حلحلت قضية رئاسة الجمهورية؟ هم ما خططوا أن تكون النتائج هكذا. يعني نتائج الانتخابات ظهرت بهذا الشكل، والتزوير اللي شابها، حتى إحنا نمر بهذه الظروف، حتى هذه الظروف تكون حجة شرعية لما يحدث بالمستقبل من انهيار بالأمن، من انهيار بالاقتصاد، حتى يسموها ثورة الجياع. هو هذا الهدف، فتنة داخل البلد من أجل تدمير العملية السياسية برمتها، ولكن السياسيين غباء السياسيين العراقيين لحد الآن لم يعد درس ولم يفكروا بالمخاطر اللي ما راح ينجون من عندها، سواء كانوا شيعة أو سنة أو كرد. طيب. الشر يعم العراق جميعا وشعب العراق، وسوف تكون العملية ثورة أو انتفاضة عارمة تحرق الأخضر واليابس. يعني في السياسة تستثمر الظروف والفرص، وتحاول حتى التحديات في بعض الأحيان أن تحولها إلى فرص والتهديدات. ذهاب السيد الصدر إلى المعارضة راح يفسح المجال أمام الإطار التنسيقي الشيخ عبد الأمير لتشكيل الحكومة المقبلة. السيد الصدر هو مصمم على الأغلبية. نعم. والذهاب إلى المعارضة الإطار نفسه يقول لا حكومة
ولا عملية سياسية مستقرة بدون وجود التيار الصدري. هناك إيحاء وإشارة أنه سوف يتم إشعال الشارع العراقي، سوف تتوقف كل يعني أداء الحكومة الأداء الرسمي من جهة معينة. الحل الأمثل هو الجلوس على طاولة واحدة والاتفاق على اتفاق سياسي يرضي الجميع، ونخلص من هذا الانسداد الخطير اللي احنا الان. شوف موضوع قانون الامن الغذائي، شوف اختلاف وجهات النظر عليه، يعني الان بدا القدح حتى بالمحكمه الاتحاديه وهي سابقه خطيره. يعني احنا ماكو شيء سلم من وراء اخطاء سياسيه، وصل الخطر الان لاتهام المحكمه الاتحاديه، لمهاجمه المحكمه الاتحاديه من قبل سياسيين او من قبل فاسدين او من قبل معنيين، وهذا الشيء لا يجوز. يجب ان يعي السياسيين والقاده السياسيين العراقيين خطوره المرحله، ويجب ان يترفعوا عن مصالحهم الشخصيه ومصالح حزبهم، ويضعوا حد لهذا المهزله اللي يعيشها البلد، يسموها الانسداد السياسي. لما نتحدث عن النظام السياسي بعد الانتخابات شيخ عبد الامير، يعني قبل هذه الانتخابات السابقه كانت كل بيت يحاول أن يخرج مرشح لرئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، رئاسة الحكومة. بالتالي في هذه الانتخابات هسه شفنا التكتلات أصبحت فضاء وطني، أصبحت مزيج غير متجانس، ولكن أصبح فريقين ثلاثي وإطار تنسيقي. بقيت التجاذبات حول استمالة المستقلين. اليوم المستقلين ما راح يقدرون يقودون مبادرة لحل هذه الأزمة، يشكلون فريق تفاوضي، يذهبون بعد أن خولهم الإطار حتى في اختيار رئيس الوزراء من عندهم، يأخذون بعض المعطيات من الإطار، يذهبون إلى الثلاثي، يحاولون ترطيب الأجواء. ولا من غير المعقول أنه ماكو أحد يتبنى مبادرة تصالحية تشاركية تفاوضية لحل هذه الأزمة. ما يعلن الآن بالشارع العراقي أو بالإعلام هو عكس ما موجود في الكواليس والغرف المظلمة. شنو اللي يدور هناك؟ اللي يدور هو يعني على المغانم، أخذ هذه الوزارات، أخذ هذه الهيئات، إلي رئاسة الوزراء، إليك رئاسة الجمهورية، إليك رئاسة المجلس، هذا اللي يدور. وما يعلن هو محاربة فساد وإصلاح ومستقبل البلد، وهذا الشيء ما موجود في ظل نظام فاسد أنا أسميه. وأنا طالما ذكرت ودعيت طيلة فترة وجودي في مجلس النواب أنه هذا النظام البرلماني نظام لا يمكن أن يتقدم البلد به خطوة واحدة، وطالبت بتعديل الدستور إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي من أجل أن نقضي على الفساد ونقضي على تأثيرات الكتل السياسية على مصادر القرار في الحكومة وفي رئاسة الجمهورية وفي البرلمان وفي السلطة القضائية. تشوف اليوم كل السلطات هي تتعرض إلى تأثيرات خارجية من دول الجوار، تأثيرات دولية من قبل أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، تأثيرات داخلية. يعني اليوم رئيس الحكومة محر في قراراته، رئيس الجمهورية محر في قراراته، رئيس مجلس النواب محر في قراراته. فنظام بائس، يجب أن نتجه باتجاه تعديل الدستور ليكون نظام رئاسي حتى تنحل مشاكلنا. ويجب أن يعي السياسيين خطورة المرحلة ويضع حدا لهذه الفوضى وهذا المهزلة اللي يعيشها البلد. يعني حتى الكتل السياسية أو بعض هذه الكتل السياسية اللي داخل الإطار التنسيقي شددت على ضرورة إشراك الجميع، ونوهت حضرتك بأنه لا حكومة بدون التيار الصدري. طيب هذا الموضوع راح يقودنا أنه نتلافى الأخطاء اللي حصلت في 2019 لما كان هنالك استخدام للشارع وإشراكه في إسقاط الحكومة. طيب يعني بعد النظر هذا راح يثمن عند الأطراف الأخرى، يكون هنالك تغليب مصلحة وطنية، أم أن الانسداد أو التعنت بالمواقف والتشنج بها لا زال هو سيد الموقف؟ كثير من أطراف الإطار التنسيقي أعلنوا بأنه هم ما راح يدخلون بالتشكيل الحكومية. نعم. يعني كثير من الفصائل والحكمة وغيرهم أعلنوا إعلان رسمي بأنه إحنا ما راح ندخل بالحكومة، ولكن الجهة الأخرى الثلاثي مصرين على استبعاد قسم من أطراف الإطار التنسيقي، وهذا أمر غير مقبول. يعني لا هم والإطار أعطاهم مجال لتشكيل حكومة ولكن فشلوا، والدليل أنه فشلوا الجهة الستين
على تحقيق نصاب لانتخاب رئيس الجمهورية. اليوم إن شاء الله أكو بوادر انفراج لدى المكون الكردي باتفاق حول موضوع رئيس الجمهورية بعد سفر الأخ ناجي الرفان إلى السليمانية والاجتماع مع الأخوة الاتحاد الوطني ومع التغيير. ونتمنى في الأيام المقبلة أن يحصل تغيير في مواقف باقي المكونات الأساسية. طيب في هذه الأثناء أرحب بضيف الكريم النائب غسان الشبيب النائب المستقل ينضم معي عبر الأقمار الصناعية من باب الحياة. حياك الله أستاذ غسان. أستاذ غسان، يوم نتساءل بعد أن دار الحديث مع الشيخ عبد الأمير سعيبان أن المستقلين لهم دور كبير، مبادرة من الإطار التنسيقي، أكو استمالات من التحالف الثلاثي، ولكن خلينا نحكي كسر بجمع. اليوم المستقلين ما ممكن يقودون مبادرة تفاوض بين الطرفين طرح حلول لحل هذه الأزمة. نعم، شكرا لحضرتك، تحية لك ولضيفك ولمشاهدي برنامجك الكريم. بس تصحيح، لست نائبا سياسي مستقل وقريب من هذا الواقع، واقع الحراك السياسي. شرف بحضرتك وشكرا للملاحظة. أو من الحركات الناشئة، وكنت في السابق أحد الحركات. الله يسلمك، شكرا لحضرتك. أنا أعتقد أن المستقلين سياسيا معظمهم غير قادرين على طرح مبادرة أو تبني مبادرة، إذا بقوا يعني يسترشدون فقط في آرائهم وحلولهم. الفرصة مؤاتية للمستقلين إذا أرادوا الحركات الناشئة أن يصنعوا شيء للبلد وأن يستثمروا فعلا أن يكونوا بيضة قبان، لكن إمكانياتهم وقدراتهم وفهمهم وحداثتهم على العمل السياسي والعمل البرلماني لا يؤهلهم أن ينتجوا فكرا أو مبادرة، فضلا عن هذا أنهم كانوا بعيدين تماما عن قبول آراء الناس الذين يمتلكون الخبرة والقدرة على الاستفادة، خاصة الناس اللي كانوا في بادئ الأمر هم من يرشدوهم. لهذا أعتقد صعب جدا للسادة النواب المستقلين والحركات الناشئة أن يجتمعوا، غير هذا أنه هنالك يعني مشاكل شخصية بين هذه الشخص من يقود هذه الحركات وبين الشخصيات المستقلة، لها تبعيات تاريخية سابقا كانت لها خلافات من كنا خارج العمل السياسي، من كنا في العمل الإنساني والعمل الاحتجاجي، ترك هذا الأثر. لهذا صعب جدا أن يجتمعوا. نعم هنالك لقاء حدث وحضورة تقريبا 26 نائب، لكن 26 نائب يعني كتبوا مبادرة، والمبادرة وصلت للإطار ووصلت للتيار لكن لم يرد عليها لحد هذه الساعة. والمبادرة أيضا هم كانت مبادرة، أعتقد أنه ما كانت مبادرة تنم عن قدرة وفهم للواقع العراقي وكيفية الاستثمار والاستفادة من هذا الواقع. واجب حقيقة، واجب السياسي الفاهم الواعي الذي يمتلك قدرة على النوار والفهم أن يستثمر في هذه الأوقات وفي هذه الفرص، وعلى أساسها ممكن أن يكون لاعب أساسي ليس على أساس المقاعد. نعم أستاذ غسان، يعني لما توقف عند هذه النقطة يعني لما يستثمر عدم الانسجام الواقع الحالي وظروف الجامعة. أستاذ غسان، عدم الانسجام بين المستقلين لربما هو يعني أنشأ هذه المشكلة الجديدة، بدل أن يكونوا أيضا مجتمعين حتى يجدون انفراجة سياسية. طيب عدم الانسجام هل سينهي خيارات الانسداد أو حل الانسداد السياسي؟ نعم، احنا خنثبت يعني نقطة حوار ننطلق من عندها. بالأساس ما ممكن أن ينسجموا، لأن بطبيعة البشر هم لو كانوا منسجمين في السابق كان وجدتهم في قائمة واحدة في مشروع واحد، لكن تعرف هاي أفكار وآراء متعددة، وإن كان يتفقون على هدف واحد وهم فعلا مستقلون وفعلا هدفهم بناء دولة مدنية وفعلا هدفهم القضاء على الفساد واستعادة السيادة العراقية ورفض وعمل على إزاحة القوى التقليدية الغير قادرة على إدارة البلد، لكن بالنتيجة هم يختلفون يعني بالأفكار بالرؤى بطريقة العمل، فهو بالأساس أصلا مختلفين وما مطلوب منهم أصلا أن ينسجمون. لكن القضية الأساس والأكبر هو القوة التقليدية التي تمتلك معظم مقاعد وأعضاء مجلس النواب، هم بالأساس مختلفين رغم هم يعملون سوية من سنين أكثر من 18 سنة وقبلها في المعارضة العراقية ضد النظام الباعث لـ50 سنة، نقدر نقول حزب الدعوة ومجلس الأعلى، ومن خرج من عباءة هذين الحزبين ما ينتظمون في كتلة واحدة، ولكن على خط تقرير أستاذ غسان الديمقراطي والاتحاد. أنا اللي أقوله شنو؟ ما خلي أقول لك في القضية أنه ليش ما يعني أكو هنالك مبادرات
يسمون أعضاء فريق تفاوضي ويقودون هذا الحرب. نعم حرب صدر. تفاوضي وحلحلة الأزمة بين الطرفين. نعم هذه نقطة أساسية. يمكن أني أسلفت قبل قليل قلت إنه الأخوة النواب المستقلون ونواب الحركات الناشئة لا يمتلكون يعني العمق السياسي والفهم على أصلا ثقافة المفاوضات وتشكيل لجان للتفاوض والعمل على أساس كيفية الحصول على أكثر مكاسب اجتماعية مكاسب وطنية من خلال كسب الإطار أو التيار، هذا غير موجود. الناس قليلي الخبرة قليلي المعرفة حديثي العمل في النظام التشريعي، فهم ذاهبين بهذا الطريق. شوف صعوبة تجمعهم، فكيف ممكن أن يتفقون؟ أيضا لازم نأكد على قضية أن هناك قناعة لدى المستقلين والحركات الناشئة أن المبادرات التي خرجت من الإطار أو من الثلاثي أو من التيار بالتحديد هي مبادرات غير جادة وغير حقيقية، وهي فقط للاستهلاك الإعلامي. لهذا يقول لك أنا ما أروح وأتعامل مع هذه المبادرة وأنا أعرف أنه ما راح يمنحوني حقيقة تشكيل حكومة مستقلة وأنا أكون أنا بيضة قبان وأشكل حكومة وطنية. فهذا كله يعني موجود يعني وصفت هذه المبادرات بعدم الجدية سيد غسان. خلينا نأخذ رأي الشيخ عبد الأمير أيضا. الشيخ عبد الأمير لما سيد غسان يصفها بأنها مبادرات غير جادة، طيب يعني هل من المعقول عملية سياسية فقط للاستهلاك المحلي تطي مبادرات؟ كلام السيد النائب صحيح جدا، والكتل السياسية اللي لها خبرة صححنا أنه رجل سياسي مستقل وليس نائب في البرلمان. هو نائب؟ نعم. كلامه صحيح جدا، وهي فعلا مبادرات للاستهلاك الإعلامي ولاستمالة الناس إلى هذه الاتجاهات. وعندما يصبح إذا جد الجد فلا وجود للمبادرات، وكل يريد أن يحصل على منصب رئيس الوزراء وعلى الوزارات الدسمة اللي بيها مثل ما يقولون بيها منفعة لحزابهم وإلهم. ولكن لو اجتمع المستقلين، لو كانوا مستقلين حقيقيين وغير واقعين تحت تأثير كتل سياسية كانت دعمتهم مثلا في المرحلة الانتخابية، قدمت لهم دعم مالي أو دعم إعلامي أو دعم لوجستي نسميه، كان يقدرون أن يحققون شيء. يعني دول 40 لو كانوا فعلا مستقلين كانوا يجتمعون ويكشفون حقيقة الأطراف السياسية اللي تعلن مبادرات وزيف ما يطرحونه. طيب لأنه 40 مقعد اليوم في مجلس النواب رقم إلى تأثير ولا قوة بالتأثير على قرار مجلس النواب. طيب أرجع لك أستاذ غسان إذا تسمعني، المبادرة اللي طرحها الإطار التنسيقي بإيلاء المستقلين حتى قضية تشكيل الحكومة، يعني كيف تنظر إليها؟ نعم، هي كانت المبادرة التي طرحت من الإطار حقيقة كانت مواد متعددة، فقط المادة الرابعة كانت تتكلم وبشكل غير مباشر وغير واضح أنه ممكن أن ندعم المستقلين أو تحت عنوان آخر لتشكيل حكومة، لكن هذه ما كانت خاضعة للتفاصيل. يعني واحدة من الأمور الأساسية كانت هذه المادة، أعتقد هي المادة الرابعة والخامسة في مبادرة الإطار التي تكلمت عن تشكيل حكومة، هي نفس هذه المبادرة في مواد أخرى لغت أن القبول أن تشكل حكومة، تكلمت عن كتلة شيعية أكبر وتكلمت عن ممكن مشاركة في إدارة السلطة. أنا أعتقد المبادرات يعني الاثنين سواء كانت من الإطار أو من التيار كانت مبادرات غير حقيقية. أضف إلى ذلك أن المقابل الذي كان عليه أن يتقبل وأن يأخذ بهذه المبادرة ما كان فاهم وواعي وقادر مع احترام لشخصهم سياسيا أن يستثمر. أولا ممكن أن يحرج هذه القوى السياسية التقليدية وأن يأخذ مباشرة مبادراتهم ويطرح مشروع حقيقي كامل مكمل وللإعلام ولهذه الجهات ويقول يلا أنتوا قلتوا إحنا حاضرين لاستقبال مبادراتكم. نحن المستقلين سواء كنا 10 أو 40 أخذنا هذه المبادرات على محمل الجيت وذهبنا وشكلنا حكومة على الورق من الشخصيات المستقلة الوطنية، وكذلك كتبنا برنامج ونقول لكم هيا تعالوا دعمونا، أنتوا عندكم ما يقارب 120 صوت والآخرين عندهم ما يقارب 180 صوت، تعالوا خلينا نحل هذا الانسداد
الاتحاد وخلي نروح جميعا للمعارضة ونشكل حكومة بهذا الوزن وبهذا المستوى. المشكلة أن لا القوة التي يجب أن تستقبل المبادرة تمتلك هذه القدرة والفهم، وهذا إن لم يتحقق سيأتي بالعكس جماهيريا على القوة التي طرحت المبادرة أنها لم تكن صادقة، ويستفيد المستقلون منها والعكس أيضا صحيح. إن تقبلتها فإحنا ذاهبين إلى تشكيل حكومة. والعراق اليوم حقيقة والواقع العراقي والوضع العراقي يعني أكثر وقت إحنا محتاجين إلى تشكيل حكومة وطنية مستقلة بعيدة عن كل القوى السياسية سواء كانت تقليدية أو جديدة. هذا هو يعني مهم جدا، وحكومة تكون عابرة بمعنى الكلام، لأن اليوم هذا يعني هذا الصراع وهذا التقاسم وهذا الشتات يفرض علينا أن نعطي استراحة، يعني كأحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب أن تعطي استراحة، أن تعطي عطوة مثل ما يقولون عشائريين، وفرصة لتشكيل حكومة وطنية مستقلة بعيدة عن كل هذه المسميات والعناوين الحزبية. وممكن أن يتجهون إلى تشكيل حكومة وطنية جغرافية، ممكن أن نسميها أن كل محافظة يكون لها ممثل وزير من الكفاءات من القدرات مستقل حقيقي، يعني حتى لا يكون صديق للأحزاب، ويفضل أن يكون تكنقراط بعيد عن العمل السياسي من مؤسسات الدولة التي تمتلئ بهذه الكفاءات. وخلص نعطي فرصة استراحة بدل ما نذهب لهذا الانسداد، بدل ما نبقى في صراعات وتقاسم ممكن أن تأخذنا الانتخابات مبكرة غير مستعدين كشعب وكمؤسسات لإيجاد الانتخابات. أيضا احنا التعطيل اللي حاصل هو قاعد ياخذ بالبلد إلى مشكلة أساسية، أن القوى السياسية التقليدية المهيمنة على القرار السياسي لا تريد أن تفهم أن هذا الإصرار وهذا التقاطع وهذا الصراع هو ماخذنا إلى الهاوية، بمعنى ماخذهم كقوى سياسية جمهورهم العقائدي اللي كان يؤمن بهم وما ممكن أن يفاوض على تركهم، اليوم بدأ يشعر بعد هذه المعاناة وفقدان سيادة العراق، احتلالات متعددة تركية وإيرانية وأمريكية وسعودية سواء كان احتلالات واقعية واحتلالات فكرية، هي كلها بسبب قيادة هذه القوى السياسية وتصارعها وتزاحمها على الكرسي وعلى المغانم. إذن واحدة من الأمور الأساسية أن القوى التقليدية تذهب جادة وحقيقية وأن تمنح سنة واحدة لتشكيل حكومة من هذا النوع، تكون هي خلينا نقول بروفا، خلينا نقول استراحة، وبعد ذلك ممكن أن تتخذ إجراءات أخرى أن يستعيد البلد عافيتها وتلفك هذه الصراعات. يعني هذا الكلام حضرتك أيضا فيه كثير من التفصيل. ممكن نذهب لحكومة جديدة، نعم. على الأقل إحنا محتاجين نعم كثير من التفصيل يعني، ولكن عندي قضية أخرى بناقشها ويا جنابك ويا شيخ عبد الأمير، نعم. إذا تسمح لي أستاذ غسان خلينا ننتقل إلى الملف الثاني، ولكن يعني الكلام اللي طرحته به كثير من التفاصيل، يعني كنت أتمنى أنه أخذ رأي الشيخ عبد الأمير كعيبان، ولكن ملفنا الثاني حتى لا تذهب الحصة الكبيرة، ابقوا مع المشاهدين الأحبة في الملف الآخر نتابع. القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، تفضلوا اللجنة القانونية. البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد ضغوطات لشخصيات سياسية وشعبية لإقرار هذا القانون. حياكم الله مجددا في ملفنا الثاني، راح نتناول قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، كان الاول من نوعه اللي استكمل القراءة الاولى داخل البرلمان العراقي، واللي تضمن تجريم التطبيع مع الصهاينة، حيث يرى متابعون ان التطبيع الصهيوني امريكي كان يمهد لرسائل مبطنة. هاي الرسائل يراد منها القضاء على اليقظة او القضية الفلسطينية بصورة عامة. إذن المشاهدين الأحبة ملفنا الثاني، خلونا نتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل وافية مع ضيوف الكرام، لكن بعد أن نتابع تقرير الزميل نهى الشمري. الفقرة أولا، القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، تفضلوا اللجنة القانونية.
القانون الأول من نوعه تستكمل قراءته الأولى داخل البرلمان العراقي الذي تضمن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإنزال العقوبات بمن يروج أو يتعامل معهم قد تصل إلى الإعدام بعدما لوحظ من انتهاكات إنسانية كبيرة بحق الشعوب، إذ بلغ التمادي والتصعيد بالتعدي إلى مديات خطيرة في الآونة الأخيرة. ما قام به البرلمان أخيراً في إسناد قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أنا أراه جيد جداً، ويثبت لبعض القلوب التي ارتجفت تقارباً مع الفكر الإسرائيلي لا سيما وإنا شهدنا في الفترة الأخيرة محاولات لبعض الأطراف من وجود ما أشبه بالقنصلية الإسرائيلية على أراضيها. بالوقت الذي اتخذ مجلس النواب قراره الأخير بالمضي في تنفيذ هذا القانون، يرى متابعون أن من الممكن هناك فئات بتأثير خارجي تحاول وتجتهد بمخالفة هذا القانون، وذلك بالتطبيع سرا أو بذريعة الوضع السياسي الحالي المربك، تمهيدا لمشروعها بمصافحة إسرائيل لتبث رسائل مبطنة لتمويه القضية الفلسطينية. محاولات سوف تكون قائمة باعتبار أنه هنالك طرف مستفيد من إقامة علاقات مع الجانب الإسرائيلي، باعتبار أنه الأجندة الأمريكية واضحة المعانة في الساحة السياسية العراقية، لذلك سوف يحاولون بطريقة أخرى إعادة بعض المؤتمرات في شمال العراق، بعض الندوات الثقافية تدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني. جاء هذا القانون رادعا قويا لمن يحاول أن يضع يده بيد الكيان الإسرائيلي، إذ لاقى ترحيبا شعبيا كبيرا من قبل الجمهور الرافض للفكر الصهيوني وتدخلاته، وكذلك بعض الأوساط السياسية أشادت بإقراره حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريم من جديد الشيخ عبد الأمير تعبان النائب السابق القيادي في اتحاد الفتح. حياك الله شيخنا الكريم، وكذلك ورحب بأستاذ غسان الشبيب السياسي المستقل يتحدث معي بصوت الصورة من بابل. حياك الله أستاذ غسان. شيخي، أنه هل بالفعل راح ينجح قرار البرلمان اللي اليوم استم قراءته قراءة أولى، وينجح هذا القرار بحظر التطبيع وقطع دابر التعامل مع الكيان الصهيوني الأمريكي وكل مظاهر التطبيع تقطع معه؟ والله أنا لما تسألني شخصيا، هذا الحديث عن موضوع إقرار قانون تجريم التطبيع هو حكاية ما تنطلي على الشعب العراقي. الشعب العراقي هو أصلا شعب لا يرى أمامه عدو غير الكيان الصهيوني، فلا يحتاج إلى قانون أو قرار من مجلس النواب العراقي. ثانيا، يتحدثون عن التجريم، عن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ليش؟ مو النفط العراقي الان الكرد قاعد يبيعوه على اسرائيل؟ مو اغلب السياسيين العراقيين الان يزورون تل ابيب؟ يعني احنا نتحدث عن قانون تجريم التطبيع وما نحترم قرارات المحكمه الاتحاديه اللي الزمت الاقليم ان يدفع مبيعات النفط؟ احنا نريد نصدر قانون تجريم التطبيع ونهرج على المحكمة الاتحادية اللي هي السلطة العليا والعلوية فوق كل السلطات؟ يعني هذا القانون أنا أشوف يعني من المضحك الحديث عنه أو تقريره أو إقراره تحت قبة البرلمان. الشعب العراقي مؤمن ومعتقد بكل فصائله الشيعية والسنية والكردية أن لا عدو أمامه إلا العدو الكيان الصهيوني، فلا داعي لقانون. وهذا القانون هو وسيلة من أجل مشاريع أو تغطية مشاريع سياسية سرية، الهدف منها هي بيع العراق وتقسيم العراق وأمور خطيرة يعني بالأيام المقبلة. أستاذ غسان، سمعت لرؤية الشيخ عبد الأمير تعبان في قرار تجريم التطبيع، ولكن أريد أعرف قراءتك، يعني هل هنالك لائحة تضمنها هذا القانون أو مشروع القانون تتضمن عقوبات أحكام قانونية ضد المطبعين مع الكيان الصهيوني الأمريكي، سياسيين اللي ممكن أن يتواصلون مع الكيان الصهيوني راح يجرمون وفقا لهذا القانون؟ نعم، يعني قراءة هذا القانون يجب أن ترتكز إلى ثلاث ركائز، يعني وجهة نظري الأولى، أنا مع العنوان ومع القانون قلبا وقالبا، ما عندي كل مشكلة أن يكون هناك قانون، وهذا القانون ضرورة ملحة حتى تنظم هذه العلاقة ونخلص من المزايدات.
مع الكيان الصهيوني وانتهى الأمر وتنتفي التجارة بهذا العنوان حتى لا يستمر بعض السياسيين وبعض تجار السياسة أنه يتفاعلون مع كل قضية شكليا مع إسرائيل حتى يعني يحركوا مشاعر ما أو يسقطوا شخصية أخرى. هذا واحد. الجزئية الثانية والمهمة والركيزة التي أعتقدها أنه هذا القانون فيه قنابل كبيرة جدا، ممكن إن شرح هذا القانون بهذا الشكل سيكون هو أداة وسيف لقمع كل شخصية ممكن يراد إسقاطها أو قمعها. يعني على سبيل المثال أنت اليوم تريد تجرم أي تعامل، بكرة يجب أن يكون تفصيل لهذه المادة، يعني أكون مادة السابعة ما تحضرني حقيقة والسادسة والخامسة، إن المادة الأساس بس بالذات هي المادة السادسة أعتقد أو الخامسة. هذه المادة تتكلم عن فقرات وعلاقات بها كوارث، يعني استخدامها ضد أي مواطن عراقي في مرحلة في أو تعرف إحنا أنظمتنا السياسية وحكوماتنا دائما لا تتعامل بالقانون، تتعامل سياسيا في إسقاط الآخر، لا تتعامل نفس الشريفة على أساس قانون، لا ممكن إسقاط أي شخصية أخرى هو كما كان يفعل البعث سابقا اتهام بالعمالة لإيران أو للكيان الصهيوني. هذه مشكلة، يجب أن تفصل هذه المواد وهذه النصوص على أساس يحدد كيفية يعني تصنيف الآخرين تعامل. القضية الركيزة الثالثة والمهمة، هنالك كوارث كبيرة جدا حصلت في هذا القانون، يعني الحظر مع أي جهة تعاملت، هناك شركات دولية كبيرة، كيف نريد أن نبني وأن نتعامل مع شركات عالمية هي ما متعاملة مع إسرائيل؟ طيب. حضرتك تعرف الجميع، شخصيات إسرائيل بدون أسماء، فهذه الشركات كيف ممكن أنا بالمستقبل ما أتعامل معها؟ هذه طروحات كلها مهمة، ولكن أيضا شيخي أسألك عن متابعتك واطلاعك لما حضرتك تشخص بأن هذا القانون هو سياسي أكثر ما هو اجتماعي، باعتبار أن المجتمع العراقي رافض لكل أشكال التطبيع والعدو الأول مشخص من قبل المجتمع، ولكن وصفت السياسيين عندهم آفاق تعاون وفاتحين أبواب تعاون. هذا القانون يعني أكو أطراف سياسية داخل مجلس النواب من الممكن أن تعترض على تشريع هكذا قانون برأيك؟ لا، هو الكل مؤيد تقريبا هذا القانون، لأنه هسه المشاكل اللي قاعد تصير كلها بسبب التطبيع. لكن إحنا نقول مثل يعني لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. إحنا نريد نشرع قانون تجريم التطبيع وإحنا رافعين علم كردستان في محافظات عراقية، موجودة قنصليات إسرائيلية في مناطق عراقية، مسؤولين عراقيين يزورون تل أبيب. يعني هذا النفاق السياسي ما له داعي. هسه اكو مسؤولين عراقيين وبهذا التصنيف، يعني الضحك على الشعب العراقي بهكذا قانون يجرم افعالهم اذا كان هو عندهم تواصل ويا اسرائيل. الغاية مو غاية التطبيع ولا غاية التجريم، الغاية هدف خفي، يعني هم اصلا يتعاملون مع اسرائيل، يبيعون النفط لاسرائيل، قنصليه اسرائيليه موجوده، سياسيين يزورون اسرائيل. فهذا يعني القانون انا اشوفه بغير غايات بغير اهداف، تغطيه على جريمه كبرى يتعرض لها الشعب العراقي بالمستقبل. انا هيك اشوف، يعني لما تكون يعني الرساله اللي يوصلها البرلمان للعالم انه حظر التطبيع مع اسرائيل. أخي، ما دام الحسين عليه السلام في العراق، وما دامت مرجعيه في النجف الاشرف، وما دام حشد شعبي موجود في العراق، وما دامت الروح الوطنيه العراقيه الاصيله متجذره في النفس العراقيه، فلا وجود لتطبيع في العراق اليوم وغدا وما ابدا. طيب احنا ايضا، وهذا القانون هو لتمشيه مخطط امريكي اسرائيلي بادوات عراقيه. طيب، وفق هاي الرؤيه ايضا طرحنا سؤال على المشاهدين الاحبه وسالناهم استطلاع لارائهم، هل تعتقد ان القراءه الاولى للبرلمان لحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني ستقضي على المشروع الصهيوني الامريكي اللي يهدف لتقسيم العراق؟ 88% قالوا هذا القانون راح يقضي على هذا المشروع، و9% قالوا كلا، و3% تحفظوا على الاجابه. الشيخ عبد المجيد عيبان النائب السابق والقائد في تحالف فتح، شكرا جزيلا لحضرتك، اثرت الحوار في ملفين، وشكري الكثير للاستاذ غسان الشبيب السياسي المستقل، حدثنا عبر الاقمار الاصطناعيه من بابل، شكرا جزيلا لك مره اخرى. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله. We'll be right back.